السلام عليكم احبتي المشاهدين، رمضان كريم. ان شاء الله اليوم جينا باش نقدم لكم كريم كراميل بالبيستاش. كريم كراميل بالبيستاش يجي رائع، يسير رائع، تبعوا معايا ان شاء الله. عندي هنايا 750 غرام ديال الحليب، إطرون لارون ديال الحليب، وغادي نحتاج هنايا 3 ديال البيضات وواحد بيض البيض. غادي نحتاجو هنايا 200 غرام ديال السكر السائدة، وغادي نحتاجو هنا 50 غرام ديال باط بيستاش. باط بيستاش تيتواجد في المحلات، تيتباع، خدو من عندهم 10 دراهم ولا داكشي بسيط عليه. المهم 50 غرام ديال باط بيستاش تيجي رائع، دابا تبعو إلى آخر. نديرو هاد باط بيستاش يتسخن، نديرو معاه واحد شوية ديال الحليب باش يتسخن. بعد ما تسطح لينا دابا مع شويه ديال الحليب تسطحن، بعد ما تسطحت لينا بهذه الطريقه هذه انتوما نخلوه هنا نخلطو. ضروري تطحنو في الخلاط مزيان، وغادي نزيدو عليها البيض هذا. غنزيدو عليه السكر بل نضربو حتى ينسجم مزيان الخليط. بعد ما نسجمونا غنجيبو السكر. بعد ما طاب لينا السكر غادي نخويه بهاد الطريقه هيا. والسكر الا بغيتو العبار ديالو راه ترجعو للكريم كراميل السابق ديال الفاني، راه فيه هانتوما بهاد الشكل هنا هانتوما. تنحركو بهاد الطريقة هذه باش كاع بلايص الخوية تيعمرو. من بعد نجيبو من بعد ما نديرو كريم كراميل نحركوه مزيان هكا، نحركوه حتى ينسجم. بعد ما صافنا نجيب واحد الطاول بحال كتكون مسدوده وندير ليها الماء،
واحد شويه ما نعمروش بزاف على حساب السكر باش يبقى محافظ على السكر ما يتحركش. نجيبو فوق عليه هذا التفصيل هذا باش نتوما بالطريقه هذه وندخلوها للفران ان شاء الله. ندخلوها للفران دولا 160 درجه الحراره نتسناو ساعه الا ربع حتى ساعه. هانتوما من بعد ما طاب لينا ومن بعد ما طاب لينا درنا في الثلاجه حتى برد حيت ضروري خصو يبرد. هانتوما نوريكم الشكل النهائي. نوركو علينا هاد الشي بعدا. كيفاش يجينا بالصحة والراحة. نوريكم بلاتي من بعد هانتوما بالصحة والراحة. تيجي رائع بالبيستاش. ونتمنى تعجبكم هاد الوصفة هادي وجربوها ان شاء الله. وتنشكر كاع المنخرطين عندي في القناة واللي اشتركوا جداد والقدام. ورمضان كريم ومعسى ما تنساوش اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله. Oh,